سلمى بتسأل، هي مواليد 29/1، خطيبها 19/9، عايزة تعرف مدى التوافق اللي ما بينهم وتوقعات الشهر والسنة الجديدة عاطفيا وعمليا وصحيا. مناسبين 29/1، هي برج الدلو بس واخده من الجدي، وهو 19/9 9 هو عذراء ميزان، ينفع مع بعض جدا، ينفع مع بعض كويس. جدا. هو شخصيته كويس يعني، عذراء وترابي وهوا، وهي برضو ترابي هوا وترابي، فالاثنين ينفع مع بعض جدا جدا جدا. طيب لوما بتسأل، هي 25/11، عايزة برضو تعرف التوقعات لشهر ديسمبر. 25/11 هي برج القوس، بس هي تاخد من العقرب. برج القوس الفترة ديت عنده عاطفيا الأمور ماشية حلوة جدا جدا، أو في ثبات يعني، عندهم ثبات فكري، عندهم ابتدي تحس إن هو إيه، ابتدى ربنا يراضيهم بعد فترة طويلة كانت الدنيا عندهم مش حلوة، بس بقوا يميلوا للاستقرار سواء ست أو راجل. فبرج القوس الفترة ديت بيميلوا للاستقرار، أو بقوا بصوا للدنيا، ابتدوا يبصوا للدنيا من زاوية تانية أحسن، لأن هما بقالهم 3 4 سنين أو 5 سنين الدنيا عندهم مش حلوة، فابتدوا يفاقوا يعني، تحس إن هو ربنا نور بصيرتهم، فاقوا، ابتدوا يتحركوا خطوات لصالحهم. فبقول لها استمري لو هي اتغيرت وابتدت تعمل بلان جديدة وماشية في أمور جديدة تستمر، لو هي لسه محلك سير تتغير. حلو قوي. طيب برضو بنت بتسأل، أو زوجة يعني، هي 19/8 وزوجها 11/10، عايزة تعرف كل حاجة عاطفيا وماديا وصحيا برضو. أوكي، هي 19/8 برج الأسد تاخد من العذراء، وهو 11/10 برج الميزان. طبعا البرجين يمشوا مع بعض جدا، ان الاسد بيمشي مع الميزان، بس بقول لها هو ذكي جدا وانت ذكيه جدا، بس هو كل الحكايه ان هو ردوده بتتاخر، او هو بطيء بيحب ياخد وقته في التفكير. فهي يمكن تكون الفجوه ان ست الاسد دايما متسرعه، او افكارها سريعه وهو افكاره بطيئه هاديه جدا. هاديه يعني، هو يحب ياخد وقته في التفكير، يرد بعد يوم 2 3، يحب ياخد وقته. هي افكارها سريعه لان هي عندها تجاربها اكتر منه، اوكي، فهي بتبقى اسرع منه. فبقول لها اهدي، الدنيا حلوه جدا ما بينكم وتنفعوا مع بعض كده كبرجين، والفتره اللي جايه اموركم مع بعض حلوه جدا يعني. كميزان الدنيا عنده حلوه، وكاسد الدنيا عندها حلوه، وماديا بس يمكن هو الميزان بقاله فتره كان الدنيا عنده مش لطيفه، عنده سفر، لو جاله سفر يسافر، لان برضو من الابراج اللي رزقها بره البلد اللي عايش اللي اتولد فيها الميزان. نسبة حظهم بيبقى أعلى بره البلد اللي اتولدوا فيها عن البلد اللي اتولدوا فيها.